والآن مع لعبة خط الهجوم في لعبة كرة القدم. يا ترى هتبقى عاملة ازاي؟ هشرحها مع حضراتكم. اللعبة عبارة عن مباراة في كرة القدم ما بين واحد من الفريق ده وواحد من الفريق ده، والكرة موجودة أمامنا في المنتصف اهيت. الفرقتين هيبقى فيه تايم دقيقة ونص لكل ماتش. الدقيقة ونص دول اللعيب هنا متغمي بعينيه واللعيب هنا متغمي بعينيه، وبيحاول وهو متغمي بعينيه انه يصل للكرة. كل واحد واقف في منطقة الجزاء بتاعته مع صفارة الحكم، بيبدأوا في التحرك، هم مش شايفين طبعا، لكن بيحاولوا يوصلوا للكرة، واللي بياخد الكرة الأول ويحطها في مرمى الآخر بيحسب هدف، وهكذا. كل ما جبت عدد أهداف أكتر في الدقيقة ونص كل ما ده كان في مصلحة فريقك. سهلة سهلة جدا سهلة جدا بس عدت. وعايز أقول حاجة، ماشي، عايز أقول حاجة، ان مغاوري الوحيد اللي هيلعب من غير غمامه. ايوه على النضاره بس. يلا بينا، مين جاهز هنا؟ خش يا حود. يلا محمود التملي بيبقى جاهز. انا لا والله قصاد محمد الغريب. يلا غريب غريب بيلوش ده غريب اللعيب. لا خلي بالك منه، خلي بالكوا في فاولات وفي حاجات وفي ضربات جزاء ممكن تحسب وحاجات كده. لا الحكم حد يضرب قبل ما تحط الغمامه، في فار وفي كل حاجه. بيقول له بقى وفي فار وفي قطه. قول لي المعلومه. ايه؟ قول لي المعلومه اللي قلتها. بقول له خلي بالك فتح الله بيلعب بالشمال. الله شمالاوي. لما تكونوا جاهزين يلا قولوا. اهم حاجه ان انت ما تبقاش شايف، بجد دي حلاوه اللعب بجد. الله شايف. يلا غربه. حد هيواجهني زميلي؟ ينفع ينفع ينفع. حلو ده، ينفع التوجيه من اللعيبه بس من مكانه. خليك سريع. جاهز؟ دخل رجليك جوه محمد على الخط. ايوه هنا بس كده. ابدا. دخل جاب الكوره. ارجع الجول. ايوه مغاوري. العب كورنر. ثانيه واحده. خليك في الملعب. شيل الغمامه. تعالى هنا. كورنر ليك. تعالى كورنر ليك. ارجع في الجول. يلا غمي تاني. اعمل ايه؟ امسك الضيقه كورنر، خدها وحطها بقى في الجول بقى وانت مغمي. يعني رقص. رقص وترجع تحطها في الجول بالراحه. ايوه امسك الكوره. سيبه يا حبيبي. امسك الكوره. يا اوت. العب. شيل غمامه. فاول يا كابتن. مفيش فاول. شده يا كابتن. مفيش فاول. خد يا محمود. لا لا كتف قانوني يا كابتن. عادي كتف قانوني. العب. شوط على طول يا عوده. شوط. حلوه. تشطها فيا انا يا جماعه. العب عوده محمد. العب اوت. هو اللي يلعب اوت. هو هياخد الكوره ويمشي. ارجع بص على ايه. يلا غريب. اقفل رجلك يا مش شايف. طب ما هو فين؟ اوعى. طب استنى اعمل ايه؟ هو صح. العب. ايوه شوف الجول على طول. حوده بوس يا حوده. ايوه شوت بقى. اوت ارجع تاني. شيل غمامه. انا رايح على الصوت. هات الكوره. طيب يقف. احنا ممكن نجيب لهم احنا الكوره عادي يعني. طيب يقف. هات يا حمدي هنا لمحمود. ماشي. يلا ضربه مرمى بالراحه. شوت على طول يا حوده. شوت على طول. شايف يا كابتن. مغاوري. العب. العب يا غمي. ايه ده يا برا يا ما سنترش يا كابتن. العب يا بيه. العب يا بيه. خش عليه. حسن في العارضه. جول. انا شايف يا كابتن غريب. جول. كابتن غريب. الراجل ده شيل عنده بصيره. يا غريب يا لعيب. فين الكوره؟ خلاص الكوره جوه الجول. مش ممكن. انت واد لعيب. جاب التعادل جوه الجول. ازاي دخل جول؟ يلا طيب. دلوقتي نفس اللعيبه الأخير. هي فين الكره الثانيه؟ الكره الثانيه فين يا جماعه؟ هي ازاي الكره الثانيه؟ مش عارف. الله ده بيقول لك الكره يا جماعه الكبيره فين؟ في الباسكت. طيب. الانتيات. ويتعادل في الثانيه الاخيره. بصوا بقى يا جماعه. محمد فتحي نفس الاثنين اللعيبه اتعادلتوا في المباراه الاولى. المباراه الثانيه نفس اللعيبه هي كل واحد معاه كوره بقى المره دي ويروح بيها ويدخلها جول. طب ماشي انا هاجي اعملها كده واجي شايط على طول عشان مش بشوف. ما هو انت بص انت بقى ايه كل ما جبت عدد اجوان اكتر. يعني مطلوب منك برضو ان انت ايه خلي بالك ان انت تدافع عن جونك مش ماشي. ان انت تجيب جون بس. ودافع بقى. يعني انت تجيب الجون وتدافع عن ان ما يخش. يعني شايفين ولا مش شايفين؟ لا مش شايفين. وندافع ازاي؟ احنا هنعرف نشوط ولا هندافع؟ ما هو بقى دي الحكمه. طب مش هنعرف نجيب الكوره بعد ما الكوره تخش الجون. هنخرجها لهم احنا ولا نعمل ايه؟ انتوا بتساعدوا اللعيبه ان انتوا بتجيبوا لهم الكوره. ماشي خلاص. عشان انا ما اتحركش كتير عشان اخد بالي من الماتش. ماشي يا كابتن. يعني هات الكوره لزميلك. ماشي يا كابتن. لا ركز بس عشان فتح الله بيشوف يا كابتن. لا بيشوف. لا 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 بيشوف. بيرفع دماغه لفوق. اللي هيجيب جونين يكسب. بقول لك ايه؟ والله ما بشوف. اللي هيجيب جونين يكسب. اصل انا لو شفت هتبقى دمها تقيل. يلا ما بشوفش والله. فين الكوره؟ استنى.
العب العب انت العب انت محمود تحتيك تحتيك اهي معاك في رجلك في رجلك يلا في رجلك. يلا اعد النفس اعد النفس اعد النفس يا العرض هات الكره ليه هات الكره ليه فين فين الكره هو هيهاجم عليك يا بره بره هات الكره ليه هات الكره ليه هنا يلا شوت شوت خليك صادق ايه ده من بين رجلك من بين رجلك يلا دافع دافع من بين رجلك هيجيبها فيك من فوقيك حلو حلو قوم يا محمود قوم شوت كورتك قوم شوت كورتك شوت صد صدنا على الارض بره هات هالو هات هالو اجري بسرعه مباراه حماسيه اقفل الجول يا جول ثاني جو جو لا 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 غريب ثاني لا غريب ايه اللي بتعمله ده خلاص 4-0 الله الله يا هدى الله 4-0 ليش مش شايف انتهت المباراه الكورين من الجونين من بين رجلك انتهت المباراه الحقيقه الاولى ما بين محمود فتح الله ومحمد الغريب والحقيقه الجزء الاولاني من المباراه تم بالتعادل ايكوال 1-1 لكن في الجزء الثاني من المباراه حسمها محمود فتح الله يا نهار ابيض يا نهار ابيض بقى 2-0 يعني بقت مجموع الماتش كله على بعضه 3-1 لفريق سهلله الحمد لله هنشوف دلوقتي فريق شعلله قصاد فريق سهلله الناحيه الثانيه مين اللي هيكسب نفس الماتش برضو بس الاولاني خالص بكره واحده خليك معايا كرة واحدة هاتها انا معاك اهو مش عايزين بقى ايه الناس تشيل الغمامة اللعيبة التانية تساعد زمايلها في جناح ده اللي هو الجزء الاولاني الجزء الاولاني يلا طيب دقيقة ونص ما حدش يشوف عشان تبقى دمها خفيف بس يلا 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 اوت اوت حلوة جميلة هات الكرة هات الكرة خد اهي خد اهي خد العب اوت العب اوت من هنا يلا اهي قدام امسكها بايدك امسكها بايدك والعب خلاص العب امسكها بايدك ثبتها بس يلا ها العب برافو ايه ده اوت العب يا حمدي اوت العب يا حمدي اوت اقف الجول بسرعه ماشي جول يا سلام يا سلام عليك جول يا سلام عليك يا نجم يا سلام عليك يا نجم العب على طول العب على طول قدامك سجله يا ابني شيل الكوره الثانيه اللي تعجبك خدها هي كوره واحده يا جماعه خد يلا الاثنين لا لا واحده بس واحده اوه العب اوت على حمدي اوت على حمدي انت فتح ليه ده حاطط كورتين يا عم ما تسيبه هو شايف الكوره الاولى عشان يشوف الثانيه تعالى 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 يا مغاور ايه تعالى عديني الطريق يا ابني يلا العب العب اوت على حمدي ثاني العب ثاني اهو ثانيه بس ثانيه بس اوعى من قدامه يا حمدي لا اوعى من قدامه ايوه نايس نايس تعالى هنا كورنر كورنر العب كورنر وروح هناك هات يا ابن زميلك اهي اهو فين يلا اهو عديني يا ابن الطريق اهو اوعى فين اهي ده ده العب هي الكره طولت كده ليه ايه ايه شقاران ايه بس صاحبي بيان اهو يا جماعه في سفر حاجه هو انا بقول له يا جماعه كل واحد يوجه اللعيب بتاعه يلا فين اللعيب يلا غريب حمدو انت صح حمدو انت صح ايوه تعالى هنا الجون بتاعهم فاضي الجون بتاعهم أيوة. فاضي شوت جول شوت جول شوت اوت على حمدي اوت على حمدي اوت على حمدي تعالى مغاوي هات هات ايدك فين يابا تعالى فين المكان اقف الجول اقف الجول يا حمدي اقف الجول اقف الجول خلاص الجول وانا هشوط على طول ماشي تعالى هرزع رزعه يلا كده انت وجينا يلا يلا شوت بقى قدامك على طول زي ما انت زي ما انت على طول لب 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 عشان انا ايه لب 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 ايوه كده وشي مش وشي ايوه يلا انا سامع صوته هنا الجون فين ايوه هو بالك بس حط رجلك على الكوره حط رجلك على شوت بقى بعزم ربنا اداك يلا حاسب بس البانر عشان ايوه نايس اوت عليه تعالى يلا ايه ده وداني طرد وداني طرد 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 يلا يا باشا هنبدا المباراه الثانيه استنى الجزء الثاني الجزء الثاني من المباراه يلا كل واحد معاه كوره كل واحد معاه كوره معاه كوره وجهه بقى يا محمود يلا بينا انا هوجهه يلا انا احطها لك شوف حمدو ماشي بس وجهني بس انا عايزك تشوف الاول التوجيه وقت ما يجي يشوف معايا ازاي شوف واقف معايا ازاي يلا واقف معايا اهو انا واقف معاك اهو مسكني عادي مفيش مشكله بص الاول يلا يلا حمد يلا حمد ارفع بص يلا كابتن شوف الاول حمدو شوف يلا يلا شوت شوت يا حمد شوت اوش الله حلوه حلوه كورنر العب كورنر العب تاني العب تاني هات هات حمد هات حمد كوره شوت على طول شوت لا شوت لا اعد كده استنى شوت نايس حمد شوت شوت ده نايم ايه ده ايه ده ايه ده هو بيساعده ما يساعده طب ما انا كده لا 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 خلاص ارجع 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 يلا شوت شوت اعد اعد رجلك شوت يا ابني شوت انت اللي هتشوف انت اللي هتشوف لازم هو شوت 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 في الوش على طول هاتله غريب برافو بتزيد بسرعه جون ولا بره خد حمدو خد حمدو شوت وقف وشوت جون جون ها بره وقع البولينج كله انا جبت جون حمدو ايوه جبت جون فين انا حمدو شوت
اديني ارجع 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 جول اهي. لا صفر. قبل ما صفر 2-0 هنا اصبحت النتيجه. انتوا جايبين كام جول؟ احنا جايبين 3 في طب اقعدوا انا هيقولوا لي انا هيقولوا خلاص اقعد اقعد يا غريب. واحنا جايبين 4. اقعد يا مغاوي. ما جابش ولا جول مغاوي. اه واجع القلب الحقيقه. يعني مباراه ولا احلى ولا اروع ولا اجمل. النتيجة أصبحت الآن بعد لعب فقرة خط الهجوم في كرة القدم أصبحت فريق شعللة 80 نقطة وفريق سهلالة 90 برضو 80 نقطة. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا جايب 4 تجوان. اهو انا جبت 4 تجوان. في درجات قبل كده ما بتتجمع دي على احنا في اللي فاتت برضو احنا اللي فارقين. لا انا كنت 3 وانت 1. اسكت بقى. اسكت بقى. ايوه صح صح. انت كنت جايب 1 وهو كان جايب 3.